إذا مشاهدينا أهلا بكم معنا في ساعة ثانية من آخر الأسبوع في هذه طبعا الفقرة، فقرة التواصل الاجتماعي، خصصناها لطبعا الانتخابات الأمريكية، نتائجها وتفاعلات التي خرجت من قبل الصحافة وأيضا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. سوف نعلق على مجموعة من الأخبار مع ضيفتنا الصحفية مها غزال مباشرة من اسطنبول تنضم إلينا. مساء الخير مها، أهلا بك معنا في آخر الأسبوع. سوف نبدأ مها بما نشرته صحيفة واشنطن بوست، وكتبته مارغريت سلوفان، وكتبت مقال تنتقد فيه عدم قدرة وسائل الإعلام على التكهن بفوز ترامب وغض طرفها عن الحقيقة المؤلمة بإمكانية فوزه. جاء في المقال تحت عنوان هكذا: ساعدت وسائل الإعلام دون قصد في وصول ترامب للبيت الأبيض وسخرت لإفشاله فكان العكس. وتقول سلوفان بأن الإعلام لم يشأ التصديق بأن ترامب قادر على الفوز في هذه الانتخابات، غابت القصة عن الإعلام، لقد أراد الناخبون الأمريكيون أمرا مغايرا، رغم صوتهم المرتفع لم يستمع الصحفيون إليهم ولم يفهموهم، ولم يستوعب الإعلام أن الحشود الضخمة التي كانت تتواجد في الفعاليات الانتخابية لترامب قد تترجم إلى أصوات لصالحه. مها، بالفعل رأينا هذه الحملة الكبيرة على يعني الصحف وأيضا التلفزيونات العالمية تتحدث ودائما تشير إلى فوز ترامب، إذ كانت استطلاعات الرأي، إذ كانت الحملات الإعلامية. هل خذل الإعلام الأمريكي مبادئه برأيك؟ لأنه أين ذهبت الأصوات التي كانت من المفترض أن تذهب لكلينتون؟ لو سمحتي لي بس ترجع تعيدي لي السؤال، راح الصوت شوي من عندي. راح الصوت. كنت عم بسألك تعليقا على اللي كتبته مارغريت سلوفان بصحيفة واشنطن بوست، عم تنتقد الإعلام الأمريكي لأنه الإعلام الأمريكي كان عم بيصدر لنا دائما الصورة الخاطئة، الصورة أنه كلينتون هي اللي يعني متفوقة، هي اللي راح تحصد أكبر عدد من الأصوات، الشعب الأمريكي معها. ولما أجت الانتخابات الفعلية لا، بين أن الشعب الأمريكي مش مع كلينتون، الشعب الأمريكي انتخب ترامب. يعني أنا بعتقد أنه مو المشكلة الأساسية بالإعلام الأمريكي، المشكلة الأساسية كانت بشقين. الشق الأول اللي له علاقة بمراكز الأبحاث الأمريكية ومراكز الدراسات الأمريكية اللي أظهرت الانتخابات الأخيرة قديش في فجوة بينه وبين الشارع الحقيقي الأمريكي وبين الجمهور الأمريكي والشعب الأمريكي. وكمان في مشكلة تانية باستطلاعات الرأي. يعني نحن إذا طلعنا على نسبة المنتخبين بأمريكا بنلاقي 46% من الشعب الأمريكي لم ينتخب. يعني في 46% من الشعب هو صامت كان. ربما هذا الصمت كان بنم او كان سببه هو انه مراكز الابحاث والدراسات والاعلام الامريكي كان عم بيقول انه اوكي ما في مشكله، كلينتون لا زالت متقدمه، كلينتون ما زالت مستمره في تقدمها، فما كان في عندهم خوف من ظهور ترامب، وهذا اللي تسبب يمكن بالمشاكل الاخيره بامريكا. كمان في شيء ثاني، الأمريكيين كانوا في عدد منهم كبير كان واقف مع كلينتون، ولكن وهذا الحكي يمكن صار عبر اتصالات يعني بين الشباب السوريين وبين الشباب المختلفين يعني بأمريكا، كانوا يقولوا أنه في ناس كتير كانوا يقولوا بدنا ننتخب كلينتون بس هن راحوا صوتوا لترامب. ترامب كان عم بيحكي بطريقة شعبوية يمكن لامست كتير شرائح كبيرة من الجماهير اللي خلتها فعلا تروح وتصوت له. صار في لعب تسويقي، لعب دعائي، لعبه كتير ترامب. أنا بعتقد كان أقرب للروح الشعبية عند الناس، مشان هيك راحوا صوتوا له. بس فعلا الانتخابات الأخيرة بيّنت الفجوة الكبيرة بين النخبة الأمريكية واللي هي بمراكز الدراسات عم تعتمد كانت عليها وبين القاعدة الشعبية بأمريكا. صحيح. وأيضا يعني الفجوة أيضا بوسائل الإعلام العملاقة الأمريكية اللي كانت أيضا عم تحاول تلعب وتعمل بروباغندا إعلامية. للأسف مش هاي الصورة اللي كانت صحيحة واللي كانت عكست المجتمع الأمريكي ونظرتهم للمرشحين كان كلينتون أو ترامب. يعني كان واضح التحيز، تحيز الإعلام الأمريكي لكلينتون.
يعني أنا برأيي كانت وسائل الإعلام الأمريكية عم بتحافظ على الصورة النمطية للشعب الأمريكي المتحضر المتطور المحافظ على حقوق الإنسان اللي بيكره لغة الكراهية ولغة العدائية تجاه الآخر. الصحف الأمريكية لآخر لحظة كانت تدافع عن هاي الصورة النمطية للشعب الأمريكي. الصدمة اليوم عند النخبة، الصدمة اليوم عند الإعلام، الصدمة اليوم عند أغلب يعني أو شريحة واسعة من الشعب الأمريكي إنه لا مو هاد صورتنا. نحن مو هيك، نحن ما بنحب هاي اللغة تبع الكراهية، نحن ما بنحب عداء الآخر. مشان هيك الناس مصدومين إنه هل فعلا هي هي حقيقة الشعب الأمريكي؟ يبدو انه في ناس مصدومين وغاضبين على الموضوع، لانه طلعوا مظاهرات. ما بالخبر الثاني الاف الاشخاص في مدن امريكيه احتجوا على فوز ترامب واحتشدوا امام البيت الابيض في واشنطن حاملين شموعا ورافعين لافتات كتب عليها لدينا صوت، ومصرين على ايصال صوتهم رغم الطقس الماطر كان، ونددوا بافكار ترامب وتصريحاته. ولم تخلو مواقع التواصل الاجتماعي العربيه منها تحديدا من التعليقات الساخره حول الموضوع، والتي جاء من بينها هذا التعليق: اذا بعد التظاهرات التي حدثت في امريكا والرافضه نجاح ترامب الرئاسة الأمريكية، أنباء عن تشكيل الجيش الأمريكي الحر. أكيد هيدا يعني شخص سوري اللي كاتب هيدا البوست. وتعليق آخر: هل بدأ الربيع الأمريكي؟ رفضا لترامب. وأيضا هنالك مطالبات بانفصال ولاية كاليفورنيا عن يعني باقي الولايات عن أمريكا. طبعا هاي سمعناها اليوم بالأخبار. شو تعليقك على هاي التعليقات اللي طلعت على موضوع المظاهرات بأمريكا؟ يعني أنا برأيي إنه الرئيس الأمريكي انتخب وانتهى الأمر. ترامب هو رئيس أمريكا القادم. اليوم ممكن الشعب الأمريكي حابب يوصل صوت إنه نحن ضد هاي اللغة، ضد لغة الكراهية، ضد الهجوم على الآخر. نحن شعب منفتح وشعب بحامي لحقوق الإنسان. الشعب الأمريكي على الأغلب عم بيوجه رسائل واضحة وصريحة إنه نحن ما بدنا سياساتنا الخارجية تختلف اتجاه الآخرين. عم بيوجه رسائل انه هو ما بده، ويمكن حتى الرئيس الامريكي باراك اوباما قال امبارح لترامب انه اتمنى ان يكون انتقال سلس وانك تستلم السلطه الامريكيه بطريقه سلسه، ولكن اعتقد انه يعني خلص الديمقراطيه هذه هي يعني بالنهايه قبلنا او ام لم نقبل، هي نتيجه صناديق الاقتراع وهي النتيجه الديمقراطيه. اما عن موضوع الشعب السوري، يعني انا بعتقد السوريين خايفين. غالبا السوريين لما بيخافوا بيحولوا خوفا لسخرية. ببداية الثورة السورية كانت اللغة الساخرة كتير سائدة، كانوا فعلا في عندهم قلق من هذا الانتقال المفاجئ، من صوتهم اللي سمعوه فجأة، من كل التغيير اللي عم بصير حواليهم، فكانوا عم بيسخروا بطريقة فظيعة. السوريين دائما لما بيخافوا بيسخروا. باعتقاد من حق السوريين اليوم فعلا انهم يقلقوا. رح يصير في تغيرات جذرية ما بنعرف حتى اليوم. أنا بعتقد أنه يعني أسلوب ترامب بالتقدم أو بالعرض الانتخابي اللي طرحه كان أسلوب ملتبس، يعني لسه لازم نستنى شهرين لقدام لنشوف كيف ممكن يتعامل مع قضايا الشرق الأوسط ومع القضية السورية تحديدا. ولكن كل السخرية اللي بنشوفها اليوم هي نتيجة قلق محق وحقيقي وكبير. بدي انتقل معك لأوروبا اللي كان أيضا فيها يعني تجمعات لعشرات من مناهضي العنصرية أمام السفارة الأمريكية في لندن احتجاجا على فوز ترامب، وكمان رفع المتظاهرون في العاصمة البريطانية شعارات تعبر عن رفضهم للرئيس الأمريكي الجديد. خلينا نتابع. We're already seeing the beginnings of this movement. On UN Anti-Racism Day, we want a demonstration in America, but we can't necessarily affect those. Before Article 50 is triggered, let's stand up to racism on the 5th of December. To oppose Nigel, we have to talk about Nigel, because Nigel is a problem as well. Say it loud, say it clear. Donald Trump's not welcome here. Say it loud, say it clear. Donald Trump's not welcome here. Say it loud.
مها عنصريته والخطابات اللي ألقاها والشعارات اللي ألقاها إلى أي مدى أثرت بالعالم؟ يعني يمكن كانت مجرد دعاية انتخابية ما يطبق جميعها، حتى بما يخص المسلمين حملته أكدت أنه حذف كل ما يعني كان قد صرح به أو حتى كتبه من خلال الموقع التابع لحملته حول طرد المسلمين من أمريكا وهيك. بس لأي مدى الناس بعدها متأثرة بهذا الموضوع ومعتبرته أنه بالفعل أنه عنصري وأنه عدو؟ هلا بالتأكيد الرئيس الأمريكي مهم بالنسبة لأغلب شعوب العالم، كون السياسات الأمريكية الخارجية تتحكم بكثير أوضاع حول العالم، وعلاقات الولايات المتحدة بالدول بترسم كثير من سياساتها يمكن الداخلية والخارجية. ولكن بعتقد اليوم الأوروبيين ما عم بيتظاهروا ضد ترامب شخصياً، هن عم بيتظاهروا خوفاً من تصاعد تأثير اليمين المتطرف في أوروبا. هن خايفين إنه وباء ترامب أو غوغائية ترامب، أنا ما عم بحكي عن شخص، عم بحكي عن برنامج، البرنامج اللي استخدمه ترامب، الأسلوب اللي طرح نفسه فيه إنه ينتقل لأوروبا، إنه تصاب أوروبا بهذه العدوى وفعلا يرجع اليمين المتطرف يظهر على السطح يقوى أكثر، وبالتالي يتسلم زمام السلطة بأوروبا. اليوم الأوروبيين عندهم هذا الخوف الحقيقي، اليوم عم بيتظاهروا تحت شعار انه ما بدهم ترامب، ما بدهم الخطاب الترامبي، ولكن هن بالحقيقه ما بدهم اليمين المتطرف يمه، وعم بيعملوا خطوه استباقيه دفاع عن انفسهم. طبعا دونالد ترامب راح يدخل الى البيت الابيض قريبا، والرئيس الامريكي باراك اوباما عم بيجمع اوراقه استعدادا للانتقال مع عائلته من البيت الابيض الى منزله الجديد الذي استاجره في العاصمه واشنطن. اثار هذا الوداع لاوباما جدل واسع حتى بعيد مغادرته حول جدوى كل سياساته الداخليه في الولايات المتحده وحتى الخارجيه، وسيكتب يعني يكتب الكثير عن الإنجازات والإخفاقات التي حصلت خلال ولايتيه الرئاسيتين، إلى أن التاريخ أيضا سوف يذكر أن هذا الرئيس هو الأول من أصول إفريقية وإسلامية يصل إلى موقع الرئاسة، ولم يتوقع أوباما يوما أن يكون ترامب خلفا له، فلطالما سخر منه ومن تصريحاته وتغريداته. أيضا نتابع. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point. At real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president. مها، شو رأيك باللي سمعتيه قبل قليل من أوباما؟ وهل فعلا يعني عدو بتعرفه مثل ما كان عم بيقول ضيفنا قبل قليل عن ترامب، عدو بتعرفه أحسن من صديق جلب لك كل السوق، وكان تحديدا عم بيحكي عن الوضع في سوريا؟ أنا أعتقد أنه اليوم أوباما مصاب بخيبة أمل مضاعفة. أولاً أنه هو شارك إلى حد ما بالحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، وثانياً أنه بعتقد أنه كثير من الناس بيشوفوا أنه ترامب هو نتيجة سياسات أوباما. أوباما جلب الخسارة لحزبه، وبالتالي توجت هي الخسارة بخسارة هيلاري كلينتون. اليوم الأمريكيين اتجهوا باتجاه انتخاب الجمهوريين بعد يأسهم وبعد إحباطهم من السياسات الديمقراطية اللي اتبعها باراك أوباما. فلذلك اليوم يمكن وداع أوباما للبيت الأبيض هو بخيبة مضاعفة. يعني هو خسر حزبه، هو يعني انتبه أنه فعلاً الطريقة اللي كان عم بيقود فيها الولايات المتحدة ما كانت تروق للشعب الأمريكي كما يعتقد، كما أن هي ما بتروق للعالم. صحيح، رغم أنه كانت النظرة له بداية فترة الرئاسية بانتخابه يعني نظرة أنه هيدا الرئيس الاستثنائي الذي سوف يغير الكثير حول العالم وحتى في أمريكا، ولكن أثبت العكس. على كل اللي ننتظر مها لنرى ماذا سوف يفعل ترامب بطبعا برنامجه بأمريكا، وطبعا تأثير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية على باقي العالم، منها تحديدا على ما يخصنا في المنطقة العربية. أنا بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم، سعيدة كنت بوجودك مها غزال الصحفية من اسطنبول. شكرا جزيلا لك مها.
ومشاهدينا في ختام هذه الفقرة نختم مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية التي تصدرت المشهد وتتحدث عن الرئاسة الأمريكية، الانتخابات طبعا وفوز ترامب. نتابع. فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى فقرة صحافة الغرب، وأيضا سوف نتحدث عن تغطيتها للانتخابات الرئاسية الأمريكية مع الدكتور يحيى العريضي. بكم معنا.